بنعمة المسيح وبإرشاد الروح القدس نأخذ بعض التأملات الروحية حول موضوع الصمت والكلام. الصمت والكلام. والله خلق الإنسان على صورته ومثاله، ورأى الله كل ما عمله إذ هو حسن جدا. فالإنسان في نظر الله حسن جدا، ليس فيه عيب، كل ما فيه صالح ليحيا حياة صالحة ويعمل أعمال صالحة. الإنسان قمة ما خلق الله. وميز الله الإنسان عن بقية خلائقه بمواهب كثيرة. من أعظم هذه المواهب موهبة النطق والكلام. لذلك القديس غرغوريوس في القداس الإلهي يقول: أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق. فالله خلق الإنسان ناطق عاقل مريدا، خلقه ناطق لكي يعبر عما يشعر وعما يرى، ما يبقاش صامت، إنما يعبر عن أحاسيسه بما يرى وبما يشعر. عاقل لكي يكون تعبيره عن وعي وعن إدراك عن فهم. عاقل في كلامه. مريدا يعني يتكلم بدون ضغوط، بدون خوف، بحريته. ربنا خلقنا نعبر عن مشاعرنا بالكلام، تعبير عن فهم وإدراك عن وعي، مش مجرد كلام، وبكل حرية دون خوف أو ضغوط. عشان كده موهبة النطق دي موهبة عظيمة، بتعبر عن إنسانيتنا. خلقتني إنسانا كمحب للبشر. فالإنسان بيعبر تعبير واعي مدرك مفهوم بكل حرية عن مشاعره الداخلية. موهبة النطق دي موهبة عظيمة، هي وسيلة التفاهم والتقارب بين الناس وبعضيها، وسيلة التعاون والارتباط. الإنسان بيعبر عن مشاعر حبه وانتمائه للبيت وللذين حوله، وسيلة للتعليم والإرشاد. موهبة النطق مش بس وسيلة لمجرد التفاهم والتقارب بين الناس وبعضيها، دي وسيلة تعليم وإرشاد وسمو ورقي للإنسان. بل نقول أن موهبة النطق ليست حدودها الناس وبعضيها، بل هي وسيلة التحدث مع الله، التحدث مع الله من خلال الصلاة، من خلال الترتيل والتسبيح والتمجيد لاسم الرب القدوس.
وسيلة للتعبد مع الرب، وتتعدى حدود الحياة التي نحياها. موهبة النطق مش فقط في الزمان الذي نعيشه، بل أن موهبة النطق عظيمة حتى أنها تدخل معنا في الأبدية. حينما نشارك بأصواتنا غير المرئيين والسمائيين، وتختلط أصواتنا مع أصواتهم، ونبارك الرب القدوس الحي إلى أبد الآبدين، موهبة عظيمة، موهبة عظيمة نتفاهم فيها مع بعض، ونتقارب ببعضينا، ونعبر عن مشاعر انتمائنا وحبنا مع بعضنا ومع الله، وتمتد بنا للأبدية. موهبة عظيمة، موهبة النطق والكلام، لكنها موهبة خطيرة، خطيرة، لأن الكلام سلاح ذو حدين. ممكن تستخدم للخير، وممكن يستخدم الإنسان كلامه للشر. ممكن بكلامنا نبارك الرب الإله، وبكلامنا نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه صورة الله. من الفم الواحد بتخرج ايه؟ بركة ولعنة. دي مشكلة، موهبة عظيمة لكنها خطيرة. والرب يسوع يقول لنا بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. اتنين وقفوا يكلموا ربنا، الفريسي والعشار. الفريسي بكلامه نال الفريسي بكلامه جاب دينونة لنفسه، والعشار حصل على تبرير من الرب الإله، خرج مبررا دون ايه؟ دون ذاك. عشان كده سليمان الحكيم يقول لنا الحياة والموت في يد اللسان، الحياة والموت في يد اللسان. ربنا أعطانا موهبة النطق نتفهم بيها ونتقارب بيها، نتعلم ونترقى، نرتقي بطبيعتنا وبحياتنا، نتحدث بيها مع الله، بها ننال البركة، بها ننال الحياة والفرح. ربنا ما أعطناش موهبة النطق للعنة ولا للشر ولا للموت، هو سوء استخدام لمواهب الله في حياتنا. والغريب ان الانسان منذ بدء خلقته وكان يسوء استخدام مواهب الله، وبالذات موهبة النطق. من بداية الخلقة آدم وحواء ربنا عطيهم موهبة النطق، يتقاربوا فيها مع بعض، يتفاهموا فيها مع بعض، يرتلوا ويسبحوا اسم الرب القدوس بيها، استخدموها في الكلام مع عدو الخير، مع الشرير، وقعدوا يتناقشوا مع الشيطان، وكانت نتيجة الكلام والنقاش سقط آدم وحواء. وربنا لما كلم آدم ونده عليه لعل آدم يعترف بخطأه، لعل آدم يطلب الرحمة، ولكن حتى مع الله رد آدم بطريقة ملتوية. هل أكلت يا آدم من الشجرة التي قلت لك لا تأكل منها؟ يرد آدم بدل ما يقول يا رب أخطأت سامحني، رد وقال المرأة التي أعطيتني هي التي
أكلت وأعطيتني لأكل. ربنا كلم قايين لعله يفهم كلام الرب، ولم يفهم ولم يستوعب، وخرج وقتل أخيه هابيل. وربنا ينادي عليه كده لعله يسمع منه كلمة طلب رحمة أو غفران. قايين، أين أخوك هابيل؟ يرد بطريقة ملتوية. أدي شوف موهبة النطق، ربنا عطاهنا كده. مع الله نتفاهم ونعبر عن مشاعر حبنا له. يرد ويقول للرب: أحارس أنا لأخي وأنا عسكري حراسة على أخويا؟ تم تدور عليه أنت. طريقة ملتوية لمواهب الله. موهبة خطيرة يعبر عنها معلمنا يعقوب الرسول ويقول: إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل إيه؟ كامل، قادر أن يلجم الجسد كله أيضا. كونه ضبط لسانه، كونه لجم لسانه، ده رجل كامل، رجل كامل. ده يقدر انه يلجم كل الجسد ايضا، كل الحواس، كل المشاعر، كل العواطف. ويشرح معلمنا يعقوب هذا التعبير فيقول: كل طبع للوحوش والطيور والزواحف والبحريات كلها تزلل وقد تزلل للطبع البشري، أما اللسان فما يستطع أحد من الناس أن يزلله. شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. شوف التعبير، تعبير صعب خالص. شر لا يضبط. إذا كان الوحوش بنقدر نزللها وقد تزلل للطبع البشري، كلام مش قادرين نضبطه، مش قادرين إن احنا نضبط ونلجم لساننا عن أن يخطئ. هو عالم الإثم، هو نار أي وقود تحرق. يعني لو نار قليلة جدا ممكن تحرق كثير وكثير، كلمة واحدة ممكن تجلب كيان البيت كله، كلمة واحدة ممكن تجلب كيان الحياة كلها، حياة الإنسان من أولها لآخرها. من خطورة الكلام يقول: إن كان أحد فيكم دين، يعني إنسان متدين ابن الكنيسة، إن كان فيكم أحد دين وهو لا يلجم لسانه فهو يخدع نفسه، لأن ديانة مثل هذا الإنسان إيه؟ باطلة، باطلة. تقول عن نفسك إنك أنت بت الكنيسة وبت ربنا ومش عارفة تلجمي لسانك، انت بتخدعي نفسك. ده تدين باطل، لان الذي يضبط ويلجم لسانه ده رجل كامل، يقدر ان يلجم الجسد كله. من خطورة الكلام ان الرب يسوع يعبر ويقول: كل كلمة بطالة تكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين. لاحظوا عبارة كلمة بطالة، يعني كلمة غير نافعة وغير شريرة. الكلمة البطالة الكلمة غير البناءة لكنها لا تسيء،
كلمة ملهاش عمل، أي كلام يعني. طب إذا كان مجرد الكلمة اللي هي ما فيهاش إساءة لكنها لا تبني، سنعطي عنها حسابا في يوم الدين، فكم وكم كلامنا بعضنا مع بعض. عشان كده يعبر الكتاب عن أخطاء اللسان أنها نجاسة، أخطاء الكلام نجاسة، به يتدنس الجسم كله. شوف الكلام، الواحد متصور ان النجاسة دي تخص الجسد وشهواته، لكن حتى الفم كلماته نجاسة. لما الواحد يخطئ بلسانه كأنه الجسد تدنس كله. الرب يسوع بيعبر عن هذا الموضوع بكلماته فيقول: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما إيه؟ ما يخرج من الفم هو اللي بينجس الإنسان. اللي بيدخل للفم يمضي إلى الجوف ويخرج إلى الخارج، ده ما ينجس الإنسان، لكن اللي يخرج من الفم ده القلب مصدره، الأفكار الشريرة وكلمات التي لا تليق، شهادة زور وتجديف وسرقة وقتل. وبدأ يعبر الرب عن كلماتنا التي تنجس حياة الإنسان. هو مين اللي أبكى بطرس بكاء مرا؟ مش كلامه، مش كلامه. يا ما كلامنا بكانا. ربنا نبهه قال له: يا بطرس انتبه لروحك، ده قبل ما يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاثة مرات. يرد بطرس كده بكل ثقة: أنا يا رب أنا أنكرك؟ لا يا رب مش أنا، ده أنا لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. والإنسان تجيله لحظات ضعف، لحظات خوف، لحظات غضب، ما يعرفش يضبط بها نفسه، ما يعرفش يمسك بها لسانه، غصب عنه كده تبص تلاقي الواحد ما هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، نار تحرق الدنيا، الواحد كلمة كده تفلت كده تحرق البيت كله. وإذ به أمام جواري هذا العالم في دار قيافة: أنت منهم؟ لا أنا مش منهم. أنت تعرف يسوع الناصري؟ لا أنا ما أعرفوش. وبدأ يعلن ويسب أنه ما يعرفش الرب يسوع. الرب يسوع يبص له كده نظرة عطف، نظرة شفقة، نظرة حب وحنان. فخرج بطرس خارجا وبكى بكاء مرا. مين اللي أبكى؟ مش كلامه، كلامه هو اللي جاب له البكاء والدموع. مريم أخت موسى سنة عظيمة، كلامها جاب لها المرض. مريم دي كانت تقود النساء بالدف والعود ليرنموا للرب، رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه قد تعظم الفرس وراكبهم، قد طرحهما في البحر. يقول سفر العدد أصحاح 12 شوية نميمة كده، شوية نميمة بسيطة. مريم بتكلم أخوها هارون على موسى أخوهم، هو يعني موسى يعني أحسن من غيره؟ ما ربنا كلم كل الشعب، كلمه وحده بس، وقعد يتكلموا على المرأة الكوشية التي أخذها موسى زوجة له. ربنا بيسمع كل شيء، ربنا أذناه تنصتان إلى كلمات قلبك من الداخل. وبدأ ربنا ينادي موسى وهارون
ومريم الثلاث اخوات ويقول لهم تعالوا عند الخيمة. ونزل الرب وربنا يكلم مريم وهارون يقول له ألا تخشيان أن تتكلم على موسى عبدي؟ انتوا مش بتخافوا؟ ايه الكلام اللي انتوا قلتوه ده؟ ايه الكلام اللي انتوا عبرتوه بالعبارات دي؟ يقول لك وصعد الرب بحمو غضبه وإذ بمريم برساء كالثلج. صارت برساء، أصعب مرض، مرض الخطية، مرض البرص. وبعد كده بصينا لقينا ايه؟ لقينا هارون يقول لموسى، يقول له خلاص احنا غلطنا، احنا غلطنا في الكلام، نسينا روحنا، انحمقنا، صلي من اجل مريم. وقف موسى يصلي كده يقول له يا رب شفيها، يا رب شفيها. يقول له ابدا، تقعد 7 ايام برساء وتخرج خارج المحلة بمزلة لتكون عبرة واعتبارا لمن ينسى نفسه ويتكلم بكلمات لا تليق. في واحد جاب اللعنة لنفسه بالكلام، حام أبو الكنعانيين. لوط لما خلص الطوفان زرع لنفسه كرم عنب وشرب من عصير الكرم وذهب عنه وعيه فتعرى. وحام أبو الكنعانيين ده شاف المنظر الذي لا يليق هذا، كان ممكن الموضوع خلاص انتهى، خلاص موضوع انتهى، لكن إشكاله أنه تكلم، إشكاله أنه راح حكى، راح تكلم مع أخواته الولاد الاثنين، مع ثام ويافس، عن المنظر اللي شافه. فعرف نوح وقال ملعون حام عبد العبيد يكون لإخوته. جاب اللعنة لروحه وجاب العبودية لروحه بسبب الكلام الذي ننطق به. ده في واحد ضيع كل أملاكه بسبب كلامه، كل ما يملك ضاع بسبب الكلام. رحبعام ابن سليمان أخذ الملك بعد أبيه سليمان، وبعدين الشعب اجتمع وراحوا للملك رحبعام يقولون له أبوك صقل النير علينا، قص نيره علينا، خفف نيرك علينا عشان نخدمك. قال لهم طيب اذهبوا كده بعد 3 ايام ارد لكم الجواب. فسأل الشيوخ بماذا اتكلم، فقال الشيوخ ان احببت هذا الشعب وخففت عنهم عبوديتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا العمر كله. طيب اديني سمعت المشورة. وذهب يسمع لكلام الشباب، فقال الشباب قل لهم إن كان أبي ثقل النير عليكم أنا أزيده، أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. خد الكلمتين حفظهم بتوع الشباب وراح قالهم للشعب. الشعب يقول الكتاب لم يستطع أن يستمع، كلام صعب، كلام شديد. من لنا في بيت يسى؟ إلى خيامك يا إسرائيل، إلى خيامك يا إسرائيل. وتفتتت المملكة وضاعت عنه أملاكه بسبب كلماته. كل تعب داود وكل حكمة سليمان ضيعهم رحبعام بكلماته. ياما بنتكلم كلام ضيع بسبب كلامنا كل اللي لينا وكل أتعاب اللي قابلينا يتعبوا واحنا نضيعوا بالكلام. ده في واحد ضيع عمره كله بسبب الكلام، عمره كله راح بسبب الكلام.
غلام عماليقي جاء يخبر داود بما حدث في الحرب، فقال سيدي الملك شاول تعب وقال لي قف فوقي واقتلني، فوقفت فوقه وقتلته. وديني جبت ليك الكليل الذهب اللي على رأسه والصوار الذهب الذي على عنقه. فيبص داود كده يقول له ايه ده، الله الله، انت مين يا ابني؟ قال له انا غلام عماليقي، كيف لم تخف ان تمد يدك على مسيح الرب؟ ونادى واحد من العبيد وقال له اوقع به واقتله، وهو يقول له داود دمك على رأسك، فمك شهد عليك، فمك شهد عليك انك قتلت مسيح الرب، وبكلامه انهى عمره، انهى كل ايامه بسبب الخطأ في الكلام، راح العمر كله بسبب كلماته التي فاها بها امام داود النبي. ده في ناس بتضيع ابديتها بسبب الكلام، حتى الابديه مش بس العمر، مش الواحد يمرض ولا يتمرر حياته ولا يجيب لنفسه اللعنه ولا تضيع املاكه، ده ابديتنا كلها بتروح بسبب الكلام. العبد الشرير اللي واخد الوزنه الواحده وقف امام صاحب الوكاله وقال له ده انا بخاف منك، اصل انت انسان صارم تاخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. رد الرب وقال له ايه؟ من فمك ادينك، من فمك ادينك، خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. من خطورة الكلام أن الكلام مصدره القلب، مصدره القلب، فالكلام يكشف عما بقلبي، لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان. الكلام ده مؤشر جيد ليظهر عما في داخلي، لأن لغتك تظهرك، لغتك تظهرك. ممكن نعتبر الكلام حكم عادل أو حكم واضح للي في داخلي، إن كان جواك خير ولا إن كان جواك شر، لأن من كنز قلبك الصالح تخرج إيه؟ صلاح، ومن كنز قلبك الشرير تخرج الشرور. كلام ده ثمرة شفاء، ثمرة شفاء، ومن ثمارهم تعرفونهم. مش ممكن شجرة جيدة تثمر ثمر رديء ولا شجرة رديئة تثمر ثمر جيدة. الشجرة بيعرفوها منين؟ من ثمارها. واحنا معروفين من كلامنا، احنا بنتعرف من كلامنا. إن كان كلامك دايما عن الحاجة والعوز، يبقى قلبك ليس فيه قناعة ولا شكر بل تذمر على الرب. إن كان كلامك دايما عن أعمالك وأفعالك، يبقى الكبرياء والغرور ماري حياتك. إن كان كلامك دايما يهدم غيرك، يبقى الغيرة وعدم المحبة تملأ قلبك. إن كنت بكلامك مثلا تجاري غيرك حتى في أخطائه، يبقى الرياء والنفاق والمظهرية تملأ حياتك. كلام عنوان، الكلام عنوان بيظهر اللي جواك. إن كان ألفاظك نابية فأنت فارغ ليس فيك خير. إن كانت ألفاظك شديدة مفهاش شفقة ولا حنو، يبقى القسوة والقساوة تملأ قلبك. الكلام ده عنوان، الكلام اللي بنطلعه بيظهر عن أعماق قلب الإنسان، عن دواخله من الداخل. إن كانت كلماتك مملحة تعطي نعمة للسامعين، يبقى الرب يسكن في قلبك وروح الله يملأ حياتك. الكلام ده عنوان، عنوان بيظهر أعماقك.
لغتك بتظهرك وبتكشف اللي جواك. ومن خطورة الكلام أيضا أننا لا نستطيع أن نأخذ بنتائج الكلام، هو ليس لي بل هو ملك لغيري. يعني الكلام ده، الكلام يبقى ملكي لو كان في قلبي لم أخرجه، لكن طالما طلعته من فمي أحاسب عليه حتى من غيري ومن الرب الإله، ليس ملكي بل صار ملك غيرك. ودي مشكلة الكلام. ممكن أي خطيئة أخرى كخطيئة الفكر وخطيئة الحواس طالما في أعماقك هي ملكك منك لربنا ويحسبك ربنا عليها، لكن إشكال الكلام أنه مدام خرج من فمك ما تقدرش تضبط نتائجه ولا تستطيع أن تملكه أو تسترجعه، صار ملك غيرك وليس ملك لنفسك. عشان كده قال داود: قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ لكلامي، من الخطأ بلساني. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي لكلام الشر. عشان كده ربنا عطانا اتنين ودان وفم واحد لكي نسمع كثيرا ونتكلم قليلا، فنضبط كلامنا فلا يكون علينا بل يكون لنا، له المجد في كنيسته إلى الأبد. آمين.